السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. في هذه الحلقة الجديدة اللي غادي نخصها الإجابة على بعض الأسئلة اللي تنتوصل بها، في البداية نحاول تنبغي أنني نوضح أنني ماشي ما بغيتش نزل فيديوهات جداد، ولكن اللي ضعف صبيب الانترنت في المغرب، فحلقه واحده تاخذ مني تقريبا يومين ثلاث ايام باش يلاه توصل واحد 73%، مع انني عندي هنا في الدار يعني اشتراك في اتصالات المغرب ما عرفتش شحال من ميجا واش 4 او شي حاجه، لكن على العموم فهي ضعيفه، فهناك ضعف يعني في الابلود او في التنزيل تاع الحلقات. يعني انا عندي بزاف الفيديوهات بتنزلهم، ولكن لسبب ضعف الانترنت فهذا الشيء علاش انا تعطلت، لكن تنوعدكم انني مازلت نقلب هنايا على الله نلقى شي محل مثلا تكون فيه الانترنت شويه سريعه. نرجع للاسئله، فغادي نجاوب على واحد الاسئله. هناك واحد السؤال تيجيني بزاف اللي هو سؤال تيخص البورس او سكولارشيب. فكما تنقول البورس ما تتعطاش الا في حالة معينه، يعني تتعطى الناس اللي بيديروا مثلا دراسات عليا في بعض الاحيان، تتعطى لبعض الفئات من المجتمع، يعني مثلا يعطيو ريفيجي، يعطيو كاين هناك تخصصات اللي تعاون مثلا النساء، يعني بزاف الحالات. الحاجه الوحده اللي بغيت نقول لكم هو اي واحد بيدفع لشي جامعه فيحاول يقلب على السكولارشيب، يدخل الموقع تاعهم ويشوف واش عندهم سكولارشيب ويسولهم واش ممكن تعاونني بالسكولارشيب. هذه موجهه للناس اللي بيجيو ايتيديون، فيزا ايتيديون. بالنسبه للناس اللي بيجيو كحاملين القرعه الامريكيه، فائزين بالقرعه الامريكيه وبيجيو يعيشوا في الولايات المتحده الامريكيه، فاللي بغيت نقول لهم وتنقولها وتنعاودها هو ان السنه الاولى والسنه الثانيه الا دفعتي بالباك هنا في امريكا، بالباك مغربي ودفعتي هنا به في امريكا، فالسنه الاولى والسنه الثانيه غالبا تعطوك، غالبا تنقول واحد 99% تعطوك الدعم المدرسي اللي هو فاينانشال ايد. فملي تمشي للجامعه وتتسجل عندهم غيعطوك واحد الفورمولا اللي تيتسمى الفافسا، اللي هو دوموند تاع الحصول على الفاينانشال ايد. فانت كل ما عليك انك تعمر هذوك المعلومات وتصيفطهم وتستنى حتى يجيك الرد. علاش بزاف تاع الناس تيسولوني على تيقول لي انا بغيت نجي لامريكا وبغيت ندفع للجامعه مثلا في السيمانه الاولى الثانيه؟ شوف انا باش نكون معكم صريح، هذيك الفافسا اللي هي الابليكيشن تاع الدعم المدرسي فيها واحد تو بيجز، واحد جوج صفحات اللي تتقول لك عطينا معلومات على الدخل ديالك السنوي. اوكي انت جيتي لامريكان لحد الان يلاه باقي تقد في الورق وتمشي للجامعه، كي غدير ديك دوباج من تيطلبوك الجروس انكم يعني الدخل الخام السنوي اللي دخلتي، شحال الناس انتم ساكنين في الدار، شحال تقطط عليك، شحال اش غادي تجاوب؟ هذا دليل على انني كما تنقول لكم تستناو السنه الاولى تخدموا فيها مثلا ودفعوا الضرائب ديالكم ومن بعد دفعوا للجامعه. ثاني حاجه بزاف الناس بيجيو لامريكا وبيقراو عندهم دوك وتيقول لك بغيت نكمل، باش دير باش تكمل ورا الدوك هنا مثلا او بين قوسين باش تكمل ورا الدوك، فراه غادي يقول لك دير ايفالياسيون الدبلوم تاعك لهذيك الشهاده تاعك. مش دير ايفالياسيون الدبلوم تاعك تتلقى بان مستواك نازل، مش نقول لك انت مستواك نازل، لكن التعليم او داكشي اللي درستي في المغرب نازل مقارنه مع اللي تيتدرس في الولايات المتحده الامريكيه، فهذا تيدفعك انك تاخذ دي كلاس اقسام اخرى باش يلاه تجيب داك الدوك معادله الدوك تاع الولايات المتحده الامريكيه. في هذه الحاله الاغلبيه الناس غادي يوليو تخلصهم من جيبهم، لذلك تنصح انا جميع الدراري او البنات اللي جايين الولايات المتحده الامريكيه انك اذا باقي صغير وبغيتي تدرس دفع برباك وبدا من الاول، على الاقل السنه الاولى والثانيه غادي يعطوك فاينانشال ايد غادي تقرا يعني فري، اما السنه الثالثه او الرابعه باش تحصل على الاجازه فغالبا غتقد واحد الكريدي من لا بونك وتتعطى بضمانه الشغل ديالك مثلا، وغادي نهار تخدم لان عندك ورا التخرج بدا تشد الدبلوم ورا التخرج عندك 6 شهور، ديك 6 شهور خصك تلقى عمل، الا ما لقيتش عمل غادي تولي تخلص اللونز تاعك او البيمنت الدفعات الشهريه تاع الكريدي ديالك، يعني في خلال ديك 6 شهور خصك تلقى خدمه وتخدم. اوكي السؤال الثاني تيعود لواحد الاخ اللي قال لي اشنا هي احسن المدن والولايات المتحده الامريكيه؟ كما قلت لكم ما كاينش احسن المدن واحسن الولايات، اللي نقدر نقول لكم هو ان الشمال معروف بانه طقس بارد بارد جدا، هذه وحده. الناس ظراف لانه ما كاينش عنصريه بزاف في الشمال مقارنه مع الجنوب، الابتعاد على ولايات الشرق والغرب بما فيهم نيويورك بوسطن كاليفورنيا، لان بزاف الناس شفتهم مشاو لكاليفورنيا، انا ما عرفتش بيدير في كاليفورنيا. كاليفورنيا هي اعلى معدلات يعني يعني المعيشه، غلاء في المعيشه هي كاليفورنيا، فكاليفورنيا ماشي تاع يعني الانسان يلاه جاي للولايات المتحده الامريكيه ما عدا الا لقيتي شي مساعده من شي اخ او صديق او شي حاجه.
هذه وحده. ثانيا اللي تنصح به هو انه بنادم ابتعد كما قلت، وتنعاود وتنقول ان بوسطن ونيويورك عليهم ضغط كبير كبير كبير، الحياه سريعه بزاف بزاف، الحياه سريعه في امريكا كلها هي، لكن في بوسطن ونيويورك راه بزاف سريعه، راه يقدر الانسان يخرج مع 6 الصباح وما يرجع 13 الليل او 11 الليل، لان فيها العمل، فيك عندك ترونسبور، عندك بزاف تاع الحوايج، لان بزاف تاع الناس في نيويورك مثلا ما تيسوقوش بحكم وجود يعني ترانسبورتيشن يعني وسائل النقل. فانا تنصح انه الانسان الى عندك شي حد في بوسطن بالطبع سير، او في نيويورك بالطبع سير، لان دائما تنقولها قلتها في واحد الحلقه، احسن الولايات هي الولايات اللي يكون عندك فيها شي صديق او فرد من عائله. فعلى العموم ما كاينش احسن او اسوء، تقدر تلقى بوسطن او ماساتشوست كولايه تلقى فيها بوسطن الزينه، ولكن تمشي لمدينه اخرى مثلا ما تلقاش الزينه. فخص الانسان يفكر هذا، فوسط الولايه بصفه عامه تكون الزينه، ولكن تلقى فيها مدن اللي ماشي الزينه، فذلك الشيء ترجع يعني ارزاق، وانسان يقلب ما عجبتكش ديك المدينه واحد الوقت وشديتي ورقك رحل لولايه اخرى او رحل لمدينه اخرى. من الأسئلة اللي وصلوني ثانيا هي واحد السؤال تيسولني شحال الوقت بين الفوز بالقرعة ولونتروتيان. فغالبية الوقت تكون شي 3 أشهر يعني ملي تفوز وتيعلموك تيصيفطوا لك واحد يعني الظرف، هذا اللي كنت نعقل دابا ما عرفتش اش باقي تصيفط الظرف، يعني واحد الرسالة كبيرة وتيكون فيها الوثائق اللي خصك تجمع والفاكسان اللي خصك تمشي دير، يعني الموعد تاع يعني الصحة باش مشي دير تحاليل الصحة، ومن بعد تيكون في الآخر الرسالة موعد تاع لونتروتيان اللي تيكون غالبا قلت لكم تقريبا واحد 3 أشهر 4 أشهر على حسب الكيس نمبر، لكن على الأغلب 3 أشهر تقريبا. بزاف الناس وبزاف البنات خصوصا يعني اتصلوا بي على واحد السؤال اللي انا غادي نجاوب عليه دابا باختصار، تلقى شي فرصه باش نهضر فيه، اللي هو الزواج من خارج الولايات المتحده الامريكيه. فبعض الاخوان تيسولوني هذا السؤال وانا تنتحرج صراحه، هو انه تيسولني تيقول لي واش تعرف شي وحده او واش تعرف شي واحد اللي ممكن يتزوجنا ويدير معنا يعني بليزير ويجي من الولايات المتحده الامريكيه ونخلصوا له الوثائق، يعني نخلصوا لي الفلوس او شي حاجه. شخصيا انا ما نعرفش حد، انا اغلبيه الاصدقاء تاعي اللي هما صحابي هما متزوجين او يعني كاين زوجاتهم معاهم في الامريكان او عندهم زوجات تاعهم في المغرب تيتسناو تاعهم الوراق باش يجيبوهم، هذه وحده. ثانيا من الصعب انني نقول لك واش كاين ولا ما كاين، انا اغلبيه الناس اللي تنعرف اللي عايش معاهم اللي عندي علاقه معاهم هما امريكان، والامريكان صعيب باش تقول ليه عندي خويا بغيتك تجيبو او شي حاجه، لانه تعتبر غير قانون، هذا زواج ابيض، الزواج ابيض هنا راه ماشي شي حاجه سهله، لانه غش وتحايل على السيستم الامريكي. فهذو من الحوايج اللي الانسان ما تنبيش ندخل فيها وما تنبيش نخلق مشاكل الناس اخرين. النقطه الثالثه اللي غادي نقول لكم وهذه ملاحظه لاحظتها مؤخرا، هو ان كاينين هنا بزاف تاع افراد الجاليه اللي بنات يعني عزباء يعني سينجل او رجل اعزب سينجل، فولاو تيفكروا انه عوض يجيبوا المراه من المغرب اللي غتاخذ لهم ماده يعني فلوس، غتكلفهم واحد طرف الفلوس وغادي تكلفهم وقت باش يجي مرتو، يعني مثلا غادي ينزل المغرب ويتزوج ويدير العاز وهكا ويجيب المراه وتسنى واحد 2 أو 3 سنين باش يجيبها، او على اختلاف الحالات. ولا شي يقولوا اللهم نتزوج هنا من الامريكان، فتي يشوف بنت مثلا في الامريكان ما تتكلفوا حتى حاجه، تمشي تتزوجها تيقد العقد تنزل المغرب يدير العسل صافي، لان هي عندها الوراق في الولايات المتحده الامريكيه، فهمتي، سواء البنت سواء الولد، عوض انه يمشي للمغرب ويتزوج او هي تمشي للمغرب وتزوج وتجيب الدري. وراه سمعت بان هناك حالات وشفتهم حالات ان الناس جاو هنا للولايات المتحده الامريكيه وكي تنقولوا بالعربيه تاعتنا قلبوا على هذاك الشخص اللي في المغرب او شي حاجه، لانه ما عرفتش انا ما تنحبش هذه الفكره ان الانسان يهرج الامريكان وينسى ذاك الانسان الاخر. فهذه ما تنصح بها حتى شي واحد، فالانسان اللي كنت تعرفه عندك علاقه معاه فمن الاحسن انك دوزت واحد المده دوزت واحد العلاقه، يسر لك الله جيت الولايات المتحده الامريكيه اعتقوا يعني جيبوا ما تخليش تماك، وبزاف الا كانت عندكم واحد يعني واحد الوقت نتوما تتعرفوا. فكما قلت لكم هادو من بين الاسئله اللي جاتني، وتنتمنى انني غادي نبقى لكم معكم على الاتصال، ونتمنى انني نلقى فرصه انني انزل هذه الفيديوهات في القريب العاجل. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.